بتقديري أنه أردوغان باشر عملية انفتاح على المحيط العربي ولو بشكل بطيء، وانفتح على الإيرانيين وعلى الروس حتى قبل الانتخابات المبكرة التي شهدتها تركيا، وبالتالي ما بعد الانتخابات لن يختلف كثيرا، ربما تتسارع وتيرة الانفتاح على البلدان العربية أو تتباطأ قليلا، لكن الهدف حاليا هو المزيد من الانفتاح على النظام المصري وعلى النظام في السعودية. فيما يتعلق بالعلاقة مع قطر، تركيا لن تتخلى عن قطر في أزمتها حاليا لأسباب كثيرة يطول شرحها. على الصعيد الداخلي أيضا لن نشهد تلك التطورات النوعية فيما يتعلق بالموضوع الكردي، فيما يتعلق بمسائل المعارضة والخلاف أو الصدام مع جماعة فتح الله جولان. بالتالي أنه ما بعد الانتخابات لن يكون مختلفا كثيرا فيما يتعلق بالوضع الداخلي، لكن ربما نشهد أحداث نوعية أو تنقلات نوعية أو انتقال نوعية في السياسة التركية تجاه المحيط العربي. تركيا كانت معارضة تماما لإزاحة نظام الإخوان المسلمين في مصر، وكانت في هذا السياق متحالفة مع قطر حتى فيما يتعلق بالخلاف الخليجي القطري السعودي الإماراتي البحريني. اصطفت تركيا إلى جانب قطر، وبالتالي اعتبر الخليجيون هذا الموقف نوعا من التصادم مع المصالح الدول الخليجية النافذة، وبالتالي يمكن أن تراجع تركيا حساباتها في هذا الخصوص. ربما نشهد أيضا بعض الضغوط، لكن لن تكون تلك الضغوط القوية على قطر كي تتجه هي أيضا نحو الانفراج أو التنازل لمطالب الخليجية الأخرى، وهي نفس المطالب، العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين، مع الحركات الراديكالية، مع حركة حماس، حتى فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني أيضا استفافة أنقرة واضحة مع حركة حماس في مواجهة منظمات التحرير الفلسطينية وحركة فتح على وجه التحديد. غالبا دون أن تعلنها السلطات التركية أو الحكومة التركية، هنالك اعتراف ضمني ببعض الأخطاء. عملية الإصلاح هي ربما تستغرق وقتا، لأنه هاي المضيف الأخطاء استغرق ما يربو بحدود 6-7 سنوات، فيما يتعلق بالموضوع السوري، فيما يتعلق بالموضوع العراقي، دعم التنظيمات التكفيرية التي تم تثبيتها حتى من قبل المعارضة التركية، تم تثبيتها الدعم الاستخباري واللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي لجبهة النصرة أحرار الشام، ومعروف مدى دعم تركيا لحركة حماس والجهاد الإسلامي. عموما تركيا في الآونة الأخيرة أصبحت مقرا وبؤرة استقطاب لكل الفصائل الإسلامية، وكان الانتفاضات الأخيرة التي شهدتها منطقة العالم العربي شمال إفريقيا والشرق الأوسط منذ 2011 فرصة لكي يتنفس تنظيم الإخوان المسلمين الصعبة، ومعها تركيا فيما يتعلق بقلب أنظمة الحكم والاستيلاء عليها بعد عقود منذ تأسيس الإخوان المسلمين من 28 وحتى فترة حزب العدالة والتنمية 2002 لم يستولي الإسلاميون على السلطة أبدا في هذه البلدان. كانت هنالك رغبة طموحة على صعيد توسيع النفوذ السياسي والإيديولوجي والاقتصادي. أعتقد أنه السنوات الأخيرة أثبتت أن هذه الطموحات ينبغي أن تتراجع أو يتم مراجعتها من قبل الأتراك، وتصحيح بعض الأخطاء أو الكثير من الأخطاء التي اقترفتها تركيا في سوريا وفي مصر وفي منطقة الخليج. هذا لا يمكن، الأسباب ليست فقط أسباب اقتصادية بحتة، هنالك أسباب سياسية، هنالك ضغوط دولية، هنالك عزلة. تركيا وجدت نفسها في عزلة، لذا انفتحت على الروس، وأي انفتاح على الروس بطبيعة الحال هو ابتعاد عن حلف الشمال الأطلسي وعن الولايات المتحدة الأمريكية. لكن تركيا، رجب طيب أردوغان والبراغماتية، تركيا لا تحرق كل السفن ولا تقطع كل الشرايين أو الخيوط التي تربطها بالحلفاء القدامى سواء في العالم العربي أو في أمريكا وأوروبا. لا زال من المبكر الجزم بأن تركيا ستتوقف نهائيا عن التدخل في المناطق العربية سياسيا أو اقتصاديا أو حتى عسكريا. تركيا الآن دولة احتلال في سوريا، هي دولة احتلال منذ عام 1939 عندما احتلت لواء الإسكندرون.
كانت سوريا خاضعة للانتداب أو الاحتلال الفرنسي. تركيا الآن موجودة في منطقة عفرين، منطقة عفرين الكردية السورية هي منطقة محتلة من قبل الأتراك، ريف إدلب محافظة إدلب أيضا هي. إذن تركيا في سوريا هي دولة احتلال، وسوريا جزء من العالم العربي، وبالتالي لا يمكن الجزم نهائيا بتوقف تركيا عن تدخلاتها في العالم العربي، لكنها غالبا ستخفف من هذه التدخلات، ستحاول أن تراعي مصالح الأنظمة الأخرى، يعني النظام المصري أيضا له مصالح، النظام السعودي والخليجي أيضا له مصالح، وبالتالي ستحاول خلق نوع من التوازن ما بين مصالحها ومصالح الآخرين. تركيا كانت تحاول في الآونة الأخيرة الإطاحة بالكل ونقل مركز قيادة العالم العربي إلى تركيا عبر تحريك الأوراق الإسلامية أو أوراق الإسلام السياسي، وخاصة الجماعات المتطرفة منها إخوان المسلمين واشتقاقات السلفية الجهادية في مصر والجزائر والمغرب ووصولا لسوريا وحتى العراق أيضا. ولا يمكن أن ننفي أو يعني نتجاهل الحضور التركي في لبنان وفي فلسطين أيضا، تركيا حاضرة بخاصة في منطقة أو قطاع غزة، ستحاول، لا يمكن فصل تلك العرى. تركيا معروفة يعني منذ زمن العثمانيين القدامى وحتى العثمانيين الجدد، يعني العثمانيين الجدد استخدموا القوة الناعمة في التغلغل في العالم العربي عبر التجارة، عبر الدراما، السينما، المسلسلات، الإعلام، شراء بعض الذمم والأقلام العربية التي سوقت لتركيا في الإعلام العربي وفي الإعلام التركي أيضا. الآن إن ذهبت إلى تركيا سترى مثلا كاتبا فلسطينيا فقط أرفق كنيته بكلمة أوغلو، صار مواليا ومسوقا لتركيا، فقط أرفق أوغلو بكنيته وصار اسمه هوشان أوسي أوغلو. يعني سترى كثير من نماذج الكتاب العربية موجودين الآن في تركيا حاصلين على الجنسية التركية ويتمتعون بكل امتيازات وبالأكثر من المواطن التركي، لكن مقابل التسويق لتركيا في العالم العربي على أكثر من صعيد. بتقديري تركيا لن تتخلى نهائيا عن الطموح، ولكن ستحاول إجراء مراجعة أو إعادة موضوع، سميها ما شئت،